خلال إقامته في هولندا أحب كروان كشاب كردي مفتخر بالتراث والفن الكردي أن يسمع أبناء الشعوب الأخرى الموسيقى والفن الكردي الجميل، فشارك في الجوقة السيمفونية الهولندية. من وكو كرديك أندام لو أنا كشاب كردي عضو في أوركسترا بارتوتا ويضم اللاجئين من كافة أنحاء العالم، وعضو أيضا في أوركسترا فانفارا الخاص بالهولنديين. أوانا تايبتا بهولنديا كان منيش وكو كرة كردية توانيما غورانيكي كردي. وكشاب كردي قمت بأداء أغنية أري ليلى للفنان الكردي الكبير شمال صائب، وبمقطع موسيقي عملنا له فيديو كليب. موسيقى خوم بول 2016 ككردمان فيديو كليب وتومار ما كردو بلاو ما كردو أو كاد لقر ونرمد كاك بابل سرهنج كخاوني ياد ميديايا. في الحقيقة في كل كونسرتات تنظم لي في هولندا وخارجها بكل افتخار ألبس الزي الكردي وأصعد المسرح لأعرف الحاضرين والمشاهدين بالفن الكردي. مع عزفه لآلات موسيقية شرقية يغني كروان في الحفلات الغنائية الألحان الكردية التي يقدمها تخطف أنظار الحضور ويمتع العازفين ومحل إعجاب الجمهور والقائمين على الأوركسترا فانفارا الهولندية. نحن منذ زمن كأوركسترا اللاجئين نعمل على الموسيقى العالمية، أكثر من 100 عازف يشاركون في الأوركسترا وأحدهم كروان. الموسيقى الكردية تعجب مستمعيها وبالأخص عندما يقوم كروان بالعزف والغناء. من وقت مايسترو أوركسترا الهولندي شانازي بودا كم كلاجل. كمايسترو أوركسترا الهولندية أفتخر بمشاركتي في تقديم تراث الشعوب المختلفة. رغم أن أغنية كاروان تتضمن ربع تون، لكن الميلودي وستايل قريبة من الموديل الهولندي. هذا العام ومع هذه الفرقة نقوم بتنظيم عدة حفلات غنائية. لبرنامج مراسلنا أمير هورامي، زاغروس تي في.